بسم الله. طبعا تيست اون يونت 3 كتاب سينيور طبعا بيج اي 13 طرف 13 عندك في كتاب سينيور. امر مانجد تو تمكن من اول هيز دريمز ثرو هارد وورك. طبعا ارايف اتند امبلمنت ولا سكور. طبعا هنا هو قدر يحقق يطبق امبلمنت. The writer $1,000,000 from the book. طبعا اي فلوس يبقى earned لان تقريبا عامل عندك في نموذج الاجابه gained. يا earned اكتسب. Gain information عندك gain knowledge gain confidence الثقه. Gain weight يزداد في الوزن. Gain speed يزداد في السرعه. It's a creative project. The artist has spent a third of her life in. طبعا هنا هو انغمس في immersed. Turn on the A-sound on your phone to enjoy high quality of music. طبعا surround اللي هو الصوت الايه المجسم. الصوت المجسم surround sound is a piece of equipment that can find or measure light heat اللي هو طبعا بنسموه الايه sensor الجهاز الحساس اللي بيقيس لك الحرارة بيقيس لك حاجة sensor. With the introduction of printing, it's easier to publish books. بتقديم بقى الطباعة أصبح ما عندك بقى قدرة إن أنت تعمل mass produced book. طبعا خلي بالك mass produced صفة مركبة والهايفن في النص هي books يبقى كتب ذات إنتاج كبير. Mass produced books أنت عايز صفة. I try to have a healthy positive attitude to life. The underlined word attitude اتجاه أو أسلوب can be replaced ممكن نستبدلها بإيه بقى؟ method طريقة ولا technology ولا theory ولا approach. هي approach. When she home she will start revealing launch. لسه بنأكد تاني ان ادوات الربط تتبع زي ما قلنا لو في الناحية التانية future او صيغة الامبيراتيف تتبع ببريزنت سيمبل او بريزنت بيرفكت. يبقى when she will return مستقبل بعدها had returned لو في هناك past سيمبل كانت ممكن تمشي. have هتقولي طب ما تنفع مثلا انت قلت لنا هي دي بعد ضوابط الرابط الزمنيه مضارع بسيط او مضارع تام او الحادث الثاني مستقبل. طب ما تنفع هاف عمر شيء ما تاخد هاف يا حمار ما تاخدش هاف يبقى دي غلط تماما. يبقى دي ها ايه وين شي ريتيرن از هوم لما هترجع البيت هتعمل ايه شي ويل ستارت شي ستادي ميديسن. بص بقى ذاتس هير انتنشن قلنا النوايا والديسيجن يبقى شي از جوينج تو على طول. Do you think that artificial intelligence هل تعتقد ان الذكاء الصناعي doctors and nurses had replaced going to ولا will be replaced سيستبدل ولا will replace هيستبدل. عندك الفاعل اهو وادي المفعول يبقى will replace. This time next year في الوقت ده السنة الجاية I am at university قول يا رب ان شاء الله زي الوقت ده السنة الجاية بكون مشيت بقى ومشيت في نوشي ورحت جامعتك. I'm going to study ولا will be studying ولا will study ولا will be studied. اولا مش will be studied ده بس ولا will study انا بقولك في الوقت ده هكون بذاكر يبقى future continuous مستقبل مستمر. A month from now شهر من دلوقتي عمر all the exams he will go to the beaches in يبقى will have done هيكون خلص الحاجة دي وهيبقى قادر ان يروح للايه للبيتش. يبقى يكون الحدث انتهى يبقى future perfect will have done. Your father will feel better والدك هيتحسن. He has the operation لحظة ما ياخد العملية او بعد ما ياخد العملية يبقى once مش before ولا while ولا until. As soon as you see a terrorist مجرد ما تشوف ارهابي اتصل بالشرطة. طبعا هنا as soon as بعدها ايه present simple الناحية التانية ممكن يجي ايه مستقبل او صيغة الامبيراتيف. بص هنا كده مفيش فاعل عشان تقول لي ويل تليفون زي ما انت عملتها برضو غلط مش ويل تليفون هي هنا تيجي صيغة الامبيراتيف صيغة الامر ولا تليفون ولا هاف تليفون نفس الحوار القلم وقتان حد باصص لنا في الشغل كمان هنا ولا ايه ماشي يبقى ايه تليفون. بسم الله. Which of the following is correctly punctuated اي واحدة فيهم بقى يا باشا مرقمة صح زي ما انت شايف في الجمل هنا نمشي بالراحة كده بقى. Be careful near the steep cliff. احترس علامة استفهام ازاي هنا؟ ازاي يبقى في علامة استفهام في هذا الحوار؟ خطأ تماما. Be careful
near the steep cliff. استنى كده ما نتأكد. أيوة كده من شكلها. ماشي فيها إيه؟ exclamation mark. نشوف بقى. Be very careful near the steep cliff. في full stop. هو هنا في حتة شدية هنا في الكلام. هنا بي ما ينفعش طبعا كذلك دي ولا دي ولا دي ولا دي. هي دي يا باشا. Be careful near the steep cliff. خلي بالك من المنحدر. Which of the following supports an essay about why people over 65 should continue work? أي جملة من دول تدعم وجهة نظرك الناس اللي هم فوق ال 65 سنة المفروض يشتغلوا؟ In the following lines I will explain why I think this. ده أنا بقول لك دعم 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 دعم. إيه دي وجهة نظر؟ يعني دعم بوجهة نظر. Many people enjoy their work. إيه اللي خلى الحوار ده؟ A further reason, في سبب إضافي, is that work can keep you healthy. إن الشغل ده يخليك healthy. ولا to conclude older people have the ability to do, انا مش بنهي انا بدعم, يبقى هي افيرزر ان الشغل ممكن يخليك ايه healthy, ممكن يديهم القدره ان هم يشتغلوا. Which of the following is a part of a speech, جزء من ايه من خطاب او خطبه عن Women's Day, يوم المراه, يوم المراه. طبعا انا بتكلم عن اهميه المراه تاني. انا واحده من دول تتكلم عن أهمية وبتكلم عن خطاب المرأة. Today في هذا اليوم, شوف كمان بديك خطاب, بص حس خطاب كده. I'm going to talk about Women's Day in Egypt. In conclusion, انت بتختم the paragraph, ما ينفعش أصلا شو الزات. Too many reflect the fact. هي يا باشا today I'm going to talk about Women's Day in Egypt. بيلقي خطبة بيجذب انتباههم. تعالوا بقى أسمعكم كذا عن المرأة. تعال بقى لقطع الكومبرهنشن. How can you best improve your English? ازاي تحسن اللغة الإنجليزية بتاعتك؟ depends particularly on whether or not you live in an English speaking community. انت بتعيش في مجتمع بتكلم إنجليزي ولا لا؟ If you hear English spoken every day and mix freely with English speaking people, that's an advantage. دي ميزة ان انت تختلط بالناس. On the other hand, من ناحية أخرى, it's often confusing to have the whole language poured over you at once. مش هنحط دماغك ونحط في إنجليزي وده اللي انت مش عايز تفهمه وتفهمه على طول. لا, ده صبر كبير ده. Ideally, a step-by-step course should accompany or lead up to this experience. It will also help a great deal if you can easily get the sort of English books in which you are interested. تجيب شوية كتب كده انت مهتم بيها وتبدأ تقرأ. To read a lot is essential. ان انت تقرأ كتير. Read as many books in English as soon as you can. Not as a study, but for pleasure. يعني تقرأ كمان للمتعة, مش شرط ان المدرس يديك كلمات فتحفظها غصب عني. Don't choose the most difficult books you find with the idea of listing and learning as many new words as possible. أنت اختارش كتب صعبة عليك يعني, ابدأ بالأسهل يعني. Choose what is. اختار what is likely to interest you. الاهتمامات بتاعتك يعني اللي انت بتحبها. اختار الايه الاهتمامات اللي انت بتحبها. And chicks is learning. Look up a word. ابحث عن كلمة here and there. But as general policy, try to guess. حاول تخمن معاني الكلمات. What words mean from the context, من السياق. You should enjoy the feeling which reading gives of having some command of language. تحس الإحساس باللغة كده لما تبقى شاطر وتبدأ تبدع. كويس أنا بتكلمك عن اللغة بيقول لك خلي بالك لازم تصبر. You should enjoy the feeling which reading gives of having some command of English. As you read, you will become more and more familiar with words. كل ما تقرأ تبقى مألوف بالنسبة لك الكلمات. And the sentence patterns you already know. Understanding them better and better as you meet them in more and more context. هتبقى الكلمات مألوفة بالنسبة لك لأن أنت تقابلها في السياق وسياق فتبقى معتدت عليها خلاص. Some of which may differ only slightly from others. The passage. القطعة دي. Deals بقى ركز بقى. The passage. القطعة دي بالظبط بتكلمك عن إيه؟ How to keep new words. بالله عليك وقال لك how to keep new words ولا ازاي تعلم لغة اصلا. How to improve your English. The pros and cons of reading English. ومميزات وعيوب قراءة الانجليزي وقال كده. ولا reading increases our levels of stress. القراءة بتزود مقدار ايه الضغط عندك. لا طبعا. هي how to improve your English. قطعة كلها بتتكلم ازاي تحسن الانجليزي. What should we read to improve our English. Only textbooks. And examination set books. Books with very difficult words. سؤال لك كده بالله عليك. ولا books which are likely to interest us. ولا only dictionaries. لو لاحظت هو بيقول لك اقرا الكتب اللي ذات الاهتمام بتاعك يبقى books which are likely to interest you.
The writer recommends, بيوصي بإيه بقى, the writer recommends, using step by step method, reading the most difficult books, وأوصل كده بالله عليك. Having the whole at once, كله هيتصب في دماغك على طول مرة واحدة, مستحيل. Looking up every new word, كل ما تقابل كلمة تبحث عن dictionary, لا, يقول لك حاول تخمن. يبقى using step by step method, خطوة بخطوة تتحسن لغتك. ما فيش حد ساحر يقدر يخليك كويس في الانجليش على طول. The factors that learning and improving English depends on is, هو بيقول لك هنا العامل اللي يعتمد عليه تحسنك في الانجليزي, reading a lot of English books, the place where you live, listening to music, constantly consulting, consulting the dictionary. هو مركز على the place where you live, ان في القطع, المكان اللي انت عايش فيه. لو انت مولود في بلد في انجلترا ودول كده هتعرف تقرا على طول, ومأكد على كده. Which one of these sentences is correct, أن واحدة من الجمل دي صحيحة. Read books that are hard, guessing the meaning isn't an ideal way. لا, read books that are not hard, ولا look up new words. Read books that are not hard, دي جملة صحيحة. اقرأ الكتب اللي ما هيش صعبة, ابدأ بالسهل. What is the meaning of the word didn't in the reference to the passage? هي بتقلل, لو لاحظت الكلمة didn't فرصتنا هي تقلل, يبقى reduces. After reading the passage we can say that language can be learned by, اللغة دي ممكن تتعلمها ازاي بقى؟ Only reading books, بقراءة الكتب بس, ولا only hearing the language, ولا by merely finding meanings of the words, ولا hearing spoken English, تسمع انجليزي, reading interesting books and using languages. طبعا الإجابة دي يا باشا تقرأ وتستمتع كده باللغة يا مسهل. 25, the best sentence that can summarizes, بتلخص الباراجراف الأخيري, the benefits of speaking English, why is English a worldwide language, ولا there are some tips, بعض النصائح which can help you improve your English, ولا what you should avoid doing to improve your English. الإجابة سي طبعا, لأن هي بيأكد على بعض النصائح, إنه تبسي عن النصائح اللي تخليك تحسن اللغة الإنجليزية بتاعتك. Life in Salma's house became very challenging. هو بيكلمك بقى عن حياة حد أهو بقى, يبقى ناقل لك من حوار لحوار تاني. Life in Salma's house became very challenging after her father lost his job. بيحكي عن موقف أهو. Now the entire family had to watch what they spent, and simply pleasure like buying new clothes or eating out were luxuries that Salma rarely enjoyed. With winter fast approaching and Salma is desperate need of boots, هي عايزة ايه؟ حذاء. طبعا هو والدها lost her job, يعني ايه؟ ساب وظيفته او فقد وظيفته الراجل خلاص يعني. With winter fast approaching, الشتاء بيقترب, and Salma in desperate يعني ايه؟ يعني يائس او محبط, يعني في حاجه ماسه للحذاء ده. She and her mother visited the used clothing store. راحوا لما ايه؟ محل واشتروا كده. Embarrassed and miserable. Embarrassed يعني يحرج. Miserable بائس. سلمى searched through the boots until she spied a pair in her size. عملت لقطالك كده a pair of in her size that weren't too worn. Too worn يعني مش مستهلك قوي يعني. When she picked one up to try it on, خلي بالك try on يعني ايه, يقيس ملابس او يقيس حذاء. She noticed something stuffed inside. She raised over to her mother. يعني ما لقيت الفلوس دي جريت بقى. And said excitedly, Mom, I found all this money in these boots. لقيت الفلوس دي كلها فين؟ في الحذاء. The person who gives the boots away won't miss it. So we can keep it, can't we? الراجل حط الفلوس في الحذاء دوت بقى. خلاص بقى مش محتاجة احنا, خدها احنا. سلمى's mother didn't respond, ما ردتش. But she said, but the sad and the disappointed expression on her face spoke volumes. وشها كده عبر يعني. ازاي ناخد حاجة مش بتاعتنا يعني. Ashamed of herself, حست بقى سلمى انها ارتكبت خطأ. والدتها بصت لها بصة كده, يعني ناخد فلوس مش بتاعتنا ازاي موجودة في حذاء يعني. Ashamed of herself, Salma knew that her mother expected of her, اللي متوقعه منها. And she didn't hesitate to do it. وما تو ايه, ما ترددتش انها تعمل ده. What is the main idea of the passage? الفكرة الرئيسية هنا, الفكرة الرئيسية الفكرة الرئيسية الفكرة الرئيسية nothing remains the same, every new day is different,
They don't wait bad days to come. ما تستناش الأيام الصعبة. Here, however rich we are, we need to save. مهما نكون أغنياء نحتاج إيه؟ نحن نوفر. يعني والدها كان في وظيفة وبتاعه وفجأة اتقلب بيهم الحال فمش حتاجة فلوس فبتشتري حاجات مستعملة. Which is the best sentence that can summarize the first paragraph. Salma's family used it to be rich. Salma can't go to the cinema with her family. وعايز الحاجة the best sentence اللي تلخص البراجراف الأولان. The family have many clothes. Salma's father is going to look for a job. هيبحث؟ لا. هي Salma's family used it to be rich. كانوا أغنية. والدها شغال وظيفة. ما فيش حاجة يعني بدون. What condition do you think the boots Salma picked up were? في أي حالة أو كان الحذاء اللي هي التقطته كان إيه؟ ألوت ورن أوت أو إيه متهالك يعني جدا ولا أبيت ورن أوت ولا فار ورن أوف ولا سلايتلي ورن داون؟ هي كانت بتقول لك أبيت ورن داون يعني كان مش وحش أوي يعني مش مستهلك أوي. ذا فريزل فيرب جيف أواي. جيف أواي اللي هي يهب أو يعطي أو يمنح. هي دونيت يمنح ده فعل من الفريزل فيربس. جيف أواي يعني يهب أو يمنح. ما تهب مثلا ملابسك القديمة لأي حد. Salma's family used to be اعتدت حياتك ايه disappointed challenging luxury ولا desperate محبطة challenging متحدية disappointed ولا luxury كان في رفاهية قبل كده كان في رفاهية. Who did Salma think put the money into a pair of boots في وجهة نظر سلمى مين اللي حط الفلوس دي؟ ذا شوب اسيستنت ولا سلمى's فازر والد سلمى ولا انيبر اوف سلمى's ولا ذا بوتس اونر اللي حط الحاجه دي في الحذاء مين؟ هو صاحب الحذاء ذا بوتس اونر. تخيل بقى انت مش عارف كلمه بوت تخيل بقى والقطعه كلها ما تتكلم عن الحوار ده. What do you think سلمى's mother expected her to do؟ توقعت من بنتها leave the shoes help the poor keep the money in the shoes call her father. طبعا keep the money in the shoes. The life in Salma's house became very challenging. الحياة أصبحت فيها تحدي. أفطر إيه بقى؟ Her father the death. والدها ما ماتش وما جابش إن سيرة والدها مات. وأبو والدها ساب وظيفته. Her father became unemployed. والدها أصبح عاطل. هو بيلعب على اللفظ إنه ساب وظيفته فهنا بيقول لك unemployed. بيشوف حضرتك عارف كلمة unemployed اللي هي عاطل ولا لا. هي الإجابة الصحيحة طبعا. مش محتاج اقول لك his by the pair of boots ولا your father had graduated. مش محتاجة اصلا ان احنا نقول الحوار ده. تعال للترانسليشن وامشي معايا بقى الله يكرمك عشان حوار الترانسليشن. You should think outside the box to achieve success. لازم تفكر خارج الصندوق. In order to be successful you should have ambition. تعرفين ambition طموح. يجب ان تفكر خارج الصندوق لتحقق النجاح. لكي تكون ناجحا يجب أن يكون لديك انتماء. هي انتماء. يجب ألا تفكر. بالله عليك أقول يجب ألا تفكر. يجب أن تفكر خارج الصندوق. لكي تكون ناجحا يجب أن يكون لديك الإخلاص. لديك الإخلاص. غلط. يجب أن تفكر خارج الصندوق. لكي تكون ناجحا يجب أن يكون لديك طموح. هل لديك طموح يا رجل؟ لازم يكون لديك طموح. The rise in prices. الارتفاع في الأسعار is a global phenomenon. ظاهرة. That increases the burdens. أستخيل بقى مش عارف كلمات أعباء. The burdens of people in most countries of the world now. إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية. تزيد من أعباء الناس في معظم دول العالم حاليا. أنا شايفها صح. إن ارتفاع الأسعار شوف الثانية بقى ظاهرة محلية. إن ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية. دي مشكلة ولا ظاهرة؟ إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية تقلل من مشتريات تقلل. هو ما جابش إنها تقلل ولا جاب الحوار ده أصلا. يبقى إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية تزيد من أعباء الناس في معظم دول العالم حاليا. وديك شايف غلاء الأسعار the rising prices. دعم المنتجات الوطنية لتنافس مثيلتها المستوردة من الخارج يقلل فاتورة الاستيراد. ان احنا مطلوب الفترة دي فعلا دعم المنتجات المحلية. Supporting national products to compete with foreign ones
will reduce the importation pill. ما شايف هذا صح. تعال بقى supporting international products. هي الوطنية ولا الدولية؟ Supporting national products to compete with foreign ones will increase. هيزود ولا يقلل؟ Supporting global products to compete with foreign ones will reduce the exportation. Exportation التصدير هي الإجابة الأولى طبعا. Supporting national products to compete with foreign ones will reduce the importation bill. يمكن أن يكون الإنترنت ضارا. والله أنا شايفه دايما ضارا بس مش كل ضار يعني. يمكن أن يكون الإنترنت ضارا لأنه عالم افتراضي يجعل الشخص يستمتع به ولا يريد الابتعاد عنه. والله أي واحد فعلا يخش على النت معاز يسيبه. The internet can be harmless. Harmless ولا harm. Harmless يعني مش مضر. The internet can be harmful because it's a virtual world that makes a person enjoy it and want to move away from it. هي صار واضحة صريحة. تمام؟ طبعا بي. The internet see can be harmful because of هي تنفع because of. Because of ما تتبعش بجملة كاملة. Because of معناها بسبب. The internet can be harmless because it's a valuable world. A valuable. لا طبعا. واضحة. Novel. Why do you think Miss Havisham still kept the wedding cake? Give a justification. ليه تعتقد ان Miss Havisham محتفظة بالكيك دي وليه عبيطة؟ طبعا لان ممكن شيء ما ده it reminds it. بتفكرها. It reminds it. It reminds her قصدي. بتفكرها. Of her meeting بحفل الزفاف بتاعها وخطيبها اللي خلع. ممكن تقول because she is still sad لأنها ما زالت حزينة about that day and wants to remember it. وهي عايشة في الدور لازم أنا أفتكر ولازم أسيب. ما كانت تقوم تبقى تروح تشوف لها خطيب تاني تجوز وخلاص تخلص من القرف ده. Why do you think Mrs. Joe and Bumble Chuck want Bib to visit Miss Havisham? هي قالت لازم يروح. ليه؟ روح. هات فلوس. هات فلوس يا تو عشان يجيب ماني. تو جيت ماني. تو جيت ماني. فلوس يابا. هي عايزة فلوس. يا ماترياليستيك. تو جيت ماني. لانه عارفة ان هو ميك ا فورشن. هيعمل ثروة بالفلوس. ميك ا فورشن. عايزة يعمل ثروة. ميك ا فورشن. The most useful invention. اهم اختراع بالنسبة لك اتكلم عنه بقى. ممكن تتكلم عن التي في، تتكلم عن كارز، عن بلين، انترنت. انت حر بقى اتكلم عن اللي انت عايزه. وده يعني بس اهم حاجة تكتب يعني. تيست طبعا يونيت 4. The mother at her son as he hadn't done his homework pouted ولا frowned ولا scolded ولا looked. طبعا كشرت في وشه. Frowned at her son. Frowned at her son. Each of them must responsibility for their own actions. معروفة take responsibility على طول يتحمل الايه المسؤولية. It was a busy school day and I returned home totally. ورجعت البيت في قمة الانهاك. طبعا exhausted منهك. خلي بالك exhausted منهك. لما اقول لك exhausting day يوم منهك. مادة زي دي exhausting منهكة ومتعبة وانت فيها exhausted. Money can neither improve our. الفلوس لا يمكن. الفلوس money can neither improve our in nor by happiness. ممكن ما يعني مش هتخلي حالتك النفسية well-being. بس بعض الناس يقول لك اديني فلوس يا مستر انا ابقى مبسوط. مش دايما والله يا ابني. Having a good time skills help you get more work done in less time. طبعا معروفة ان هي time management ادارة وقتك وكده. Is a situation where you can't do anything as you are so tired and stressed. حاجة ما انتش عارف تعمل فيها حاجة خلاص انهكت واستبقى. ولا اوعطونك من الثانوية العامة قوم ذاك اللي هي ايه burn out. We scolded him for his laziness. وبخناه. The antonym of scolded. هو عايز العكس.
ولا السينيم، السينيم مرادف، الانتونيم العكس، عايز العكس. اكسس كولد دي بقى بليمد لومناه، كريتيسايزد انتقدناه، بريزد مدحناه، امبروفد طبعا لا امبروفد ولا كريتيسايزد ولا بليمد، هي بريزد عكس التوبيخ المدح. We are selling our car and buy a new one. We are thinking, أعتقد لازم about thinking about. We are considering, determined, يصمم على 2 plus infinity. Deciding, فيش حاجة اسمها كده. We are deciding. We are considering, احنا بنفكر في شراء أو بيع عربيتنا and buy a new one. I have set the alarm clock before going to bed. Now I'm late. المفروض كنت ظبطت المنبه قبل ما اروح انام. Now I am late. يبقى انت بتلوم نفسك، دي بتقول ايه؟ كان مفروض اظبط المنبه قبل ما انام، دلوقتي انا اتاخرت. طبعا should plus infinitive انت بتستخدم النصيحه، should have past participle، يا اما regret يا اما blaming، انت بتلوم نفسك او بتندم، بتقول I should have said، كان مفروض. You be quiet in the library. People are studying. You must. هتقولي ما has to تنفع. هل ينفع أقول you has to؟ لو have to كنت تمشي. هي you must be quiet. Means you shouldn't be quiet in the library. People are studying. انت بص بتضغط قوي. هقول you shouldn't be quiet. يجب أن لا تكون هادئ. يجب أن تكون. Don't have to. انت مش مضطر تبقى هادئ. لا طبعا. You must. You work such long hours or you will be ill. تشتغلش كل الساعات دي كلها يا اما هتتعب. يا عم يا عم حرام عليك نفسك يا عم. You have to يجب ان تشتغل. You shouldn't ولا you must يجب ولا needn't to. ما فيش حاجه اسمها needn't to اولا. Needn't to تطبع بالانفينيتيف، ما فيش needn't to. يبقى you shouldn't. You shouldn't. What about going camping? What about? This sentence is a kind of a regret, ندم، inquiry استفسار، request طلب ولا suggestion اقتراح، يا اقتراح. There is but they didn't try hard enough. كان ممكن يكسبوا بس ما تدربوش. Need to win, could win. Could win ده في الماضي، استطاعوا يكسبوا. Shouldn't have won, ما كانش المفروض يكسبوا ولا could have won. احنا قلنا could have تستخدم زي may have زي might have لشيء انت مش متاكد منه في الماضي. لكن كلمه could have زائد past participle تستخدم لشيء كان ممكن يحدث لكن ما حصلش. هم كان ممكن يخلوا عندهم دم ويكسبوا بس هم ما تدربوش كويس فبناء على ذلك ما كسبوش. 14 which of the following doesn't express regret. اي واحده من دول لا تعبر عن الندم. I needn't have taken an earlier. I shouldn't have eaten too much. I couldn't understand the word he was saying. Well, you should have worked hard on it every night. I couldn't understand the word he was saying. برا الحوار خالص اصلا يعني. لا تعبر عن الندم اصلا، ما لهاش علاقه بالندم. How should you greet your supervisor who emailed you at the job? ازاي حضرتك بقى هتحيي المشرف بتاعك؟ Hey, بالله عليك. Dear Mr. I got your email. Thanks a lot. هي dear Mr. في رسمية في الكلام. Which phrase is an appropriate way to end a formal email? يعني is an appropriate ملائمة ان انت تنهي ايميل فورمال ولا انفورمال. بالله عليك وانت بتحل شوف دي فورمال ولا انفورمال. ايميل رسمي. Hi again. See you soon. By now. كل دي الحاجات تنفع للانفورمال. هي sincerely المخلص كذا. Which sentence using hyphens correctly. الجملة دي مهمة جدا جدا جدا. الهايفن هنا صح. They have a 5 year. فين الهايفنز هنا؟ المفروض يبقى في هايفنز هنا. A 5 كان المفروض يبقى هنا كده وما تتحطش هنا كده. They have a 5 year. فين هنا؟ ما فيش year في، ما فيش في year هنا حاجة. يبقى دي غلط ودي غلط. They have a 5 year. فين برضو الهايفن؟ شوف حد الهايفن فين؟ هي اهي. They have a 5 year old. بلاحظ كده؟ A 5 year old boy.
اهو وشلنا الاس خلي بالك a 5 year old boy and a baby girl. هي دي الصح يا باشا. دي غلط ودي غلط ودي غلط. ليفربول سيتي كونسل wanted to clear the city of fat pigeons اللي هو الايه الحمام. They said that people are feeding the birds. بيطعموا دايما في دول اوروبا الحمام ده بتلاقيه شغال كده وماشي كده. Which makes them fat. The pigeons get bigger food they are eating in the cities because their normal diet would consist of seeds and insects. Seeds اللي هي الحبوب insect حشرات not high fat junk food they are eating in the city center. هو طبيعي انه بياكل ايه؟ البذور والايه؟ والحشرات. هم بقى بياكلوا حاجات ثانيه فبيتخن وبتاع. The council won't be able to know that everyone who feeds the pigeons is responsible for the streets being so crowded with these birds. طبعا بيتجمعوا يأكلوا الحمام كده في الدول دي. They hope to encourage the birds to move away from the city center and into parks and open spaces. 10 robotic birds have been brought. جابوا لهم بقى ايه؟ طيران يعني جابوا لهم حاجات شبه الحمام كده على شكل انسان آلي. Brought into the city center to scare عشان يخوفوهم. Scare هنا معناه ايه؟ يرعب او يخيف او يخوف عشان يخوفوا الحمام. The pigeons away and the visitors are asked not to give the pigeons any food. ما يدوش لهم أي أكل. The mechanical birds اللي هي الطيور اللي هي الآلية اللي جابوها دي known as robots will sit on the roofs of the building. يحطوها فوق المباني تخوفهم. They can be moved around to different locations. They look like a Bergerian falcon. ده نوع من أنواع الإيه؟ النسور. يقول لك الصقر، صقر الشاهين اسمه كده. في نوع من انواع الصقور ده بيبقى بالملايين. Which is a bird that kills pigeons. ده بقى بيقتل الايه الحمام فبيخافوا الحمام بيخاف منه بيخوفوه يعني. They even make noises and flap their wings. واحيانا كمان يعمل لهم كده يعني يحرك جناحاته بشكل آلي كده عشان يخوفهم. They can be moved around to different locations. They look like a Bergerian falcon which is a bird that kills pigeons. They even make noises and flap their wings to scare the pigeons. انه يخوف الحمام ده. They hope that pigeons will go away before the city becomes إنه ما يمشوا قبل ما المدينة بيها the Arabian capital of culture in 2 years. لأنها طبعا المدينة هتبقى عاصمة للثقافة طبعا خلال سنتين فما ينفعش القرف ده يبقى موجود. The passage deal wheels بيتعامل مع إيه بقى؟ How to find pigeons in a shelter؟ إزاي نلاقي للحمام ده مأوى ومسكن؟ ولا how to feed pigeons junk foods؟ إزاي نأكلهم؟ ولا How to replace real birds ازاي نستبدلهم ولا how to move pigeons away ازاي يبعدوا الحمام ده من المدينه اصلا. The suitable title for the passage is breeding يعني تكاثر begins تكاثر الحمام ولا robot birds ولا important cities ولا feeding the pigeons. طبعا هي robot birds وبيركز عليها هنا كده. The streets in Liverpool are crowded with much traffic robotic birds, fat pigeons, hustle and bustle. طبعا هنا يا باشا fat pigeons. What do you believe to be blamed for birds crawling in Liverpool, the city center? Human activities, الأنشطة البشرية ولا lack of normal food in the nearby ولا scary boats ولا fat foods. هي human activities, الأنشطة البشرية هي اللي متسببة في ده كله. Where do you think we mostly expect to find pigeons? لا يمكن دول اصلا. On the roof of houses, in the sky, in the parks and the open spaces ولا in the city center. المفروض ان مش مكانهم in the city center, المفروض في الحدائق عند الاماكن المفتوحه. Robotic birds were brought into the city center to Eva to feed the birds, to frighten the pigeons, amuse visitors ولا decrease the effects of pigeons. هي to feed. هم جايبينها ليه بقى to frighten مش to frighten عشان تخوفهم. I frighten يعني scare يخيف. Liverpool City Council wanted to clear the city of fat pigeons عشان ليه بقى عايز يخلص منهم ليه. The pigeons are eating junk food. Pigeons sit on the roofs of the buildings. The pigeons might get killed. The pigeons make the city congested يعني خلوها مكتظة خلوها مزدحمة. Which of the following is probably true according to the passage. أنا واحدة حقيقية ومناسبة.
Liverpool is a European capital of culture. ده لسه. Vegans get fat because they eat seeds. لا ما بياكلوش الحاجات دي اصلا دلوقتي عشان كده بيتخانوا. لا ده الوضع تاني وده الوضع طبيعي انه ياكلوا كده. They begin like the food and the people giving them. طبعا the robots will fly around the city enter like reed birds. طبعا يا سي the silence of reference library was broken. بيقول لك الصمت بتاع الايه المكتبة was broken by an occasional cough. cough اللي هي كحة يا كحة كده. and by the sound of pages being turned over بالصفحات اللي بتقلب دي. there were about 20 people in the room. most of them with their heads bent over their books. the assistant librarian in charge of the room sat at a desk. she glanced at عمر. بصت لعمر ده. as he came in then went on with her work. بصت لعمر وهو في المكتبة كده. عمر had not been to this part of the library before. He walked around the room almost on tiptoe. ماشي كده داخل ايه على صوابعه كده على طراطيف صوابعه عشان ما حدش يسمعه في المكتبة. Afraid of disturbing the industrious readers. Industrious اللي هم المجدين يعني. The shelves were filled with thick volumes. He found nothing interesting until he came to photography section, which was one of his hobbies. The books in this section were on a high shelf out of his reach. طبعا هو بيدور على كتاب في المكتبة وبعيد عنه. The books in this section were on a high shelf of the roof, so he had to fetch a small ladder. راح جاب ايه سلم كده. fetch يعني يحضر. To get one down. Unfortunately, as he was climbing down the ladder, the book slipped from his grasp and fell to the floor with a loud crash. وقع منه بقى الايه الحاجة. 20 pairs of eyes. الحوار بقى يقول لك 20 عين. الامتحان جاب لي كده يقول لك 10 عيون ولا 20 عين. بيقول لك 20 عين 20 من العيون. 20 pairs of eyes looked up at him stimulously annoyed by this disturbance. عمر felt himself gored as he picked up his book. He found the young lady assistant standing alongside him. لا واقفة جنبه بقى. بتقول له ايه؟ You must be more careful when you are handling these books. اخد بالك لما تبقى معاك الكتب دي بعد اذنك. She said severely. بتقولها له بعنف. She turned to go back to her desk. Then a sudden thought struck her. By the way, how old are you? بالمناسبة حضرتك عمرك كام؟ How old are you? She turned to go you and asked him 13. By the way, how old are you? She asked Omar. La 13. La 13. He told her, you are not allowed in here. أنت مش مسموح لك تدخل هنا. Under the age of 14. You know, the assistant said, didn't you see the notes on the door? ما شفتش الكلام المكتوب على الملحوظ على الباب ده. Omar shook his head. هز راسه يعني. لا لا. He expected the assistant to ask him to leave. توقع منها انها تقول اخرج بره المكتبة يعني. Instead, in a more kindly tone, she said, well, never mind, but make sure, اتأكد, that you don't disturb the other readers. خلي بالك, ما تعرفش الناس اللي بتقرأ. Again, otherwise, وإلا, I shall have to ask you to leave. هطلب منك تمشي. فيعني, ما ترددتوش يعني. The central idea of the passage, الفكرة المركزية في هذه القطعة. Reading is fun. Not to disturb others. ما تزعجش ناس تانية. Walk silently. تمشي ببطء ولا not following rules. طبعا يا not to disturb others. ان احنا ما نزعجش ناس تانية وهم مخصوصا بيقروا. The underline phrase he walked around the room almost on tiptoe implies that هو ماشي على طراطيف صوابعه. ده معناته اكد ايه. He didn't want to distract the readers. ما كانش عايز يشوش الناس. Wanted to practice his hobby silently. Wanted to disturb. كان عايز يزعجهم. كان عايز يزعجهم بالله عليك. Didn't want his assistant to ask him about his age. ملهاش علاقة أصلا. هو ما كانش عايز يزعج الناس. He didn't want to distract the readers. According to the passage, the library assistant, طبقا للقطع, إيه اللي حصل؟ Asked Omar to leave. هي ما طلبتش منه. Asked Omar to borrow the book. ولا قالت له كده. Didn't ask Omar to leave. Asked Omar to wait. هي didn't ask Omar to leave. When Omar entered the library, the librarian لما دخل didn't take any notice of him, asked him about his age, didn't even glance at him, didn't take much notes of him. في البداية ما كانتش ملاحظة. After reading the passage, you can say that Omar بعد ما قرينا القطعة دي بقى حضرتك يعني
saw the notes on the door. شاف البتاع اللي كانت على الحيطة دي, شاف الملحوظة. Didn't see the notes on the door. Lied about seeing. كذب وما كذبش. Saw the notes but forgot. هو شاف بس نسي, لا هو ما شافهاش أصلا. He didn't see the notes on the door. The antonym, العكس of the underlined word industrious. كلمة industrious جاية معناها إنسان مكد ومجتهد. عكسها إيه؟ busy, hard working, مجتهد, والactive, نشيط, هي lazy. How many eyes looked up at Omar when the book slipped? How many eyes? كم عدد العيون يا باشا؟ 40. 40. The best sentence can summarize the last paragraph. The best sentence that can summarize the last paragraph. آخر واحدة بتؤكد الباراجراف الأخير بقى. The best sentence that can summarize the last paragraph. اللي تلخص الحوار كله. The assistant allowed Omar to stay. The assistant asked Omar to leave. ما قالوش يمشي. Omar was only 14 as he was asked. Omar was too ashamed. كان مكسوف. لا. هي ما سمح إيه؟ سمحت له في النهاية إنه يقعد. The harder you work, the more successful you will be. Nothing can be achieved, ده كلامي ده, unless we drop sweat. لما نصب العرق, لما نبذل العرق. كلما عملت بجهد أكبر, كلما زاد نجاحك. لا يمكن تحقيق أي شيء لو لم نبذل العرق. فعلا لو ما بذلناش عرق مش هننجح. هي الإجابة الأولى صح, بس هي كلما, يعني الجملة الثانية نشوفها غلط ليه. كلما عملت بجهد أكبر كلما زاد نجاحك. لا يمكن تحقيق أي شيء لو نستغني عن الرفاهية. لو لم يزيد جهدك, هو ما جابش كيري سيرة الكلام ده, لن تحصل على النجاح. لا يمكن تحقيق لو لم نبذل العرق. كلما عملت بجهد أكبر كلما زاد نجاحك. لما لا يمكننا تحقيق أي شيء لو لم نجفف العرق. إيه بنجفف العرق؟ تبذل العرق المقصود بها ان انت تشتغل, مش تبذل عرق وخلاص, يعني تخش في مكان حر وتبذل عرق. لا, مقصود بها ان انت تكد وتجتهد زي ما قلت لكم. No gain without pain. كل شوية هو. Sport is no longer a luxury. الرياضة لم تعد رفاهية. It's an important investment in the present and the future. أصبحت الرياضة, أو نقرأ من الأول. Sport is no longer a luxury in any society. Rather, it's an important investment. استثمار in its present and the future. أصبحت الرياضة طرفا. هي مش أصبحت, ده بقولك لم تصبح طرفا. ما عادتش طرف. الإنسان لازم يمارس الرياضة يعني, بس اللي عنده طاقة بقى. لم تعد الرياضة طرفا في أي مجتمع, بل إنها استنزاف. عمرها ما تبقى استنزاف. لم تعد الرياضة طرفا في أي مجتمع, بل إنها استثمار في حاضره ومستقبله. يا سلام, جملة جميلة, هي الصح. لم تعد الرياضة تمارس في أي مجتمع بل استثمار. لا, ما جابش سيرة الكلام دي. وقف المصريون إلى جانب أشقائهم السوريين والأتراك لتخطي تداعيات الكارثة التي خلفها الزلزال. يعني احنا وقفنا مع الناس وده الطبيعي. The Egyptian stood by their Syrian and the Turkish brother to surrender. Surrender يعني استسلم. ازاي؟ مش فاهم. The Egyptians stood by their Syrian and Turkish brothers to overcome. للتغلب على the consequences of the catastrophe of lift. catastrophe يعني كارثة. lift by the earthquake. ده الكلام التمام صح. بس الجملة اللي بعديها قولي بقى. The Egyptian stood by their Syrian and Turkish sons to overcome the causes. لا طبعا. The Egyptian deserted Hagarum. Hagar الناس تخلوا عنهم. لا طبعا ما تخليناش عنهم. The Egyptian stood by their Syrian and Turkish brother to overcome the consequences. وقفنا عشان نساعد الناس. ده الطبيعي والبديهي. تطوير منظومة النقل هو أحد مقاييس التقدم. لذا تحرص الدولة على تحسين الطرق والكباري. Developing the transport system is one of the most important measures of progress, so the state, الدولة, is keen on improving roads and the bridges. إيه رأيك في الجملة دي؟ صح. هي صح. فعلا هي صح. وأنا معاك إنها صح. صح. بس الجملة التانية دي خطأ. طيب.
Developing the transport system is one of the most important measures of progress. So the statue. شوف شوف الخبز بقى. The statue ولا state. خطأ تماما. Developing the transport system is one of the most important measures of progress. However, ومع ذلك. ومع ذلك. انت شايف ان اداة الربط دي صح. ومع ذلك. ومع ذلك ولا لذلك. تمام. The state is keen improving roads. يعني طبعا ما تنفعش however. Developing the transplant system. شايف الخبز transplant ازاي؟ تنفعش. Transplant دي زراعة أعضاء. ما تاخد حاجة تزرعها مكان عضو تاني دلوقتي. في heart transplant دلوقتي سبحان الله. في زراعات القلب المفتوح كمان. Bib believes Orlick may have hurt Mrs. Joe. Bib يعني شك في أورليك ان هو الوحيد ممكن يكون خبط اخته. What does this tell you about Bib? Bib لاحظ ان هي بترسم هامر كده شاكوش. دي رمزية لمين؟ لأورليك اللي شغال معهم في الورشة. Give a justification. ايه مبرر لإجابتك؟ ده يبين ان هو كان a good observer. He was a good observer. عند كلمة observe يلاحظ. هو كان ملاحظ قوي. ان انت تلاحظ ان اختك بترسم شاكوش وبتاع. فده رمز لمين؟ لأورليك. وغير كده كمان هو لاحظ انها كل ما يجي ويطلع هو أورليك ده يتمشى في البيت كده. She was scared or frightened. Despite knowing he was making a mistake. بالرغم انه عارف انه كان بيرتكب خطأ. Bib couldn't change his feelings towards Stella. ليه؟ لان his heart was set on her. قلبه معلق بيها اساسا. وكان شايف انها was the only way to become a gentleman. ان هي الطريق ان هو يبقى جنتلمان ويروح لطبقة الاغنياء. وان his heart قلبه وللأسف يعني his heart قلبه was set on her. معلق بيها. وهي برضو هي الطريق بتاعه to become a gentleman و to become rich و يطلع لأبر كلاس. هو شايف كده ان هو ما يلتحق بالطبقة دية انه يبقى جنتلمان مع طبقة الاغنياء وكده. How to take care of ourselves. ازاي نعتني بانفسنا. تعتني بنفسك بقى لما keep your health. تحافظ على صحتك. وغير كده كمان تمارس رياضة كويسة. ازاي ما بيكلمك يعني ممكن تتكلم ان prevention is better than cure. الوقاية خير من العلاج. وتاكل healthy food وتمارس رياضة. تعتني بنفسك. بس كده احنا خلصنا unit 3 و unit 4. نشوف بقى التست على unit 1 و unit 2. بسم الله. طبعا تست 13 صفحة ترى يعني كام 64 64. تست 13 اللي هو على unit 1 و 2 في كتاب ثاني. تمام. The film is in the top 10 best Egyptian list. طبعا الفيلم ده يعني ايه بقى نقول ايه مصنف. يبقى is ranked. rank يعني رتبة. وطبعا انت عارف يعني ايه كلمة رانك بتجي فعل بمعنى ايه؟ يصنف. The report lacks. التقرير ده بينقصه accurate and information. معلومات صحيحة ومتوازنة. يبقى balanced. Blocks your way so that progress is prevented. بتسد طريقك عشان كده التقدم يعني ايه ممنوع. حاجة بتبقى عقبة في طريقك كده اسمها obstacle. عقبة. حاجة عقبة. وطبعا احنا قلنا عشان تتغلب على العقبات بتوصل. فتكون عندك يقين في الله وتذاكر وتسيب على الله. فما فيش عقبات في طريقك ان شاء الله. The majority of the teenagers don't to the customs and the traditions. ده غالبية المراهقين دايما يعني ما بيستجيبوش للعادات والتقاليد. بيحسوها يعني شيء على كاهلهم صعب. مش apply ولا comment ولا confirm. هي ايه conform. He was arrested for taking photos of the exhibition. وزود خلي بالك لان الجملة دي فيها خداع شوية. وزود ايه بقى؟ هتقولي وزود permit. لان تصريح مكتوب ماشي بس هو ما قالش لو كانت كانت تبقى permit. يبقى وزود permission لان permission اسم لا يعد. No one can deny صلاح to Liverpool's team. ما حدش يقدر ينكر اسهامات صلاح كفريق ده. دلوقتي بقى وصل لمرحلة الهداف التاريخي دلوقتي اعتقد يعني ليفربول. تخيل. يبقى انسبريشن الهام ولا افكت ولا كواليفيكيشن ولا كونتريبيوشن. هي كونتريبيوشن. اسهام وكونتريبيوشن. The country was ruined. دمر by the war. A synonym of ruined is المرادف بتاعها يبقى ها destroyed. على طول يعني واضحة. As soon as I heard of my friend's success. بمجرد ما سمعت نجاح
صديقي قول يا رب إن شاء الله. I him immediately. I had congratulated. خلي بالك أنت ممكن تستعجل وتقول had congratulated. لو قلت had congratulated يبقى أنت هنيته من قبل ما تسمع. تخيل. يعني ده the first action. Will congratulate. هتهني لسه في المستقبل. ده في past عندك أو في ماضي أهو. يبقى دي ولا دي. Have congratulated مضارع تام. لا هي طبعا congratulated. حدثين حدثوا في نفس الوقت. وانا قلت لك الحوار ده لو حدثين حصلوا في نفس الوقت الاثنين يبقوا past simple عادي ماضي بسيط. As soon as I heard of my friend's success I congratulated him. هنيته. I haven't been feeling very well the past 4 or 2. يبقى 4 على طول. طبعا تعبير ياخد 4 على طول. Hardly, scarcely, no sooner. لما نبدأ بيهم بتجيب صيغة استفهام. هي يا هاد يا ديد ممكن. بس خلي بالك بقول ديد وي ستارتد. هل ديد لو بدأت بديد هجيب وي ستارتد؟ ده يبقى لو مصدر لو ديد. هاد وي هاف وي دو وي. هي هاد وي طبعا. هاردلي هاد وي ستارتد وين ات بيجان تو رين. لم نكن نبدأ حتى بدأت تمطر. يعني حدثين حدثوا في الماضي ذا فيرست اكشن. الحدث الأول باست بيرفكت والحدث الثاني past simple. The salesman, the customer, when the thief came into the store. The salesman help ولا didn't help ولا would help ولا was helping the customer when the thief came. يبقى ده وين ايه؟ وادي past simple. يبقى حدث قطع حدث. يبقى الراجل بياع كان بيساعده. يبقى was helping. How is the new job؟ الوظيفة عملت فيها ايه؟ it it did used to. هل اعتدت عليها؟ ولا do you used to. زي do used اصلا. are you used to it. هل انت معتاد عليها دلوقتي ولا you are used to. هي are you used to. هل انت معتاد عليها. اللي بيجي قبلها am with و are. طبعا used to يجي بعدها noun او ايه او ing. في صيغة الاستفهام اللي بيجي بعدها noun اللي هي ايه used to اللي قبلها verb to be. he did very badly in the exam. يعني محلش كويس في الامتحان ربنا يستر. he did very badly in the exam than expected. خلي بالك في زان ما ينفعش باد طبعا. في ورست لا ما تنفعش. مور باد ما فيش حاجه اسمها مور باد. هي وورس زان اسوأ مما توقع. last year السنه اللي فاتت I spent a month in France. قضيت شهر في فرنسا. I ate of going there since childhood. اوعى تقول لي I have dreamed لانها سبقت بالماضي ودي خدعه على فكره. هنا لازم يبقى past perfect او past perfect continuous. يبقى انا قعدت احلم ان انا اروح هناك. I had been dreaming. Had been dreaming لان قبلها ماضي بسيط اهو. مش هقول I have dreamed. I had been dreaming. I had been dreaming. Which of the following uses comma. اني جملة من دول بقى فيها استخدام الكوما الصحيح. ودي لازم تبقى في قمة تركيزك فيها. Adam بتنادي اهو. Adam, I think you're wrong. أعتقد أنت مخطئ. I think Adam, you are wrong. دي عمرها ما تبقى بالصيغة دي. مش منادى دي أبدا. I think. إزاي يعني؟ You are wrong وكمان كما. I think you are wrong كما. إيه عم في عم؟ هو شغلانة كومس. إيه عم؟ Adam, لو منادى بدأنا بيه في أول الجملة تأتي بعده الكما. لو المنادى جه في آخر الجملة الكما قبليه. Adam, I think you are wrong. Which of the following is correctly punctuated? أي واحدة من دول بقى مرقمة صح برضو. It's mentioned in the notes. في كومة ما ينفعش. It's mentioned in the notes. أنا متعجب؟ لا طبعا. It's mentioned in the notes. أنا متستفهم؟ لا طبعا. It's mentioned in the notes. Semicolon, all of us should read it. الجملة مرتبطة بالسيمي كولون هاي وزي الفل. السيمي كولون هي اللي تربط جملتين في النص. بص شوف عشان ما توديناش في داهية في الامتحان. شوف الله يكرمك. بص شوف 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 شوف. يبقى الثلاثة دول غلط. Identify the sentence that best supports the topic below. اختار لنا جملة تناسب الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده. يعني جملة تناسب والدعم supports the topic. دوم الجملة داعمة لوجهة نظرك. People are now living longer than ever before. دلوقتي العمر الزمني للناس او العمر الفترة الزمنية اللي بيعيشوها الناس اطول عن زمان. لحاجات كتير بقى يعني الناس بتعمر عن زمان. ما فيش امراض بتنتشر ولو في امراض في ثانية العلم بيشوف لها لقاحات.
لكن زمان كان يجي وباء زي انفلونزا الاسبانيه ياخد له 2 مليون في التاريخ كده، 2 مليون موتوا، كوليرا مش عارف ايه ومخلص على الناس. لكن دلوقتي ما شاء الله يعني الناس بتعمر وزن ايه وعددها بيزيد ما شاء الله يعني، وقدره على على البقاء ما شاء الله يعني. مش بنقر على الناس بس عدد الناس ده بيبقى ضغط على البيئه وضغط على الامكانيات بتاعته والموارد وحورات. People are now living longer than ever before for many different reasons. وعايز الأسباب بقى اللي تدعم وجهة نظرك. No one seems to understand this phenomenon. دي مش وجهة نظر داعمة. ما حدش يعرف الظاهرة دي. ده بقى دخلها بالحوار. Some people suffer from different chronic diseases. بيعانوا من أمراض يعني وبائية أو أمراض دائمة أو مزمنة يعني. لا طبعا ملاش علاقة. Advances in medical science have done wonders for longevity. اللي هي طول العمر. دي معناها طول العمر. التقدم في الطب دلوقتي خلى الناس ما شاء الله تعمر. يبقى هي دي. The people in this region, الناس في المنطقة didn't seem to gain anything from medical science. يعني الحوار ده ملوش العلاقة أصلا. الناس بدأت عمرها يزيد بداء على التقدم الطبي. لا ده عايزين دلوقتي كمان في المستقبل في دول زي أمريكا بعد ما يموتوا عايزين يرجعوا يعيشوا تاني. يعني شوف شوف الهبل والعته وصل لفين في العلم. إن يقول لك إيه؟ تجمد الجثه بتاعتك وتدفع دولارات عشان يدخلوك في حاجه كده يجمدوك على اساس ان العلم في المستقبل يكتشف حاجه لاعاده الحياه ليك تاني فتعود للحياه. ناقص اعرف هي معروف ان الانسان يموت خلاص، معروف دينيا خلاص موت مش هتبعث بقى الا يوم القيامه، يوم تبعث وتقف قدام ربنا. هو عايز يعيش تاني. شوف بعد ما يعيش مثلا 100 و100 سنه وقعد عمر كمان يرجع يعيش تاني. تخيل ان انت ترجع تعيش تاني عشان تقعد تقرفنا في الثانويه العامه تاني. تبقى والله العظيم ربنا يستر والله لو رجعوك للحياة تاني. تخيل تشوف المعاناة بقى. Eat healthy food and have a healthy body. القطعة دي بتتكلم عن دخل الغذاء بالصحة النفسية والجسدية للإنسان. هتقولي ازاي مستر يعني الأكل يؤثر؟ الأكل يؤثر في الحالة النفسية ولازم تبقى على علم بالمشكلة بقى في القطعة دي. لازم تبقى عندك علم بالحوار ده. يعني دي حاجات علميه اهي. Eat healthy food and have a healthy body. Now we know that there is also healthy food for your brain. عقلك ده لو عندك ماشي عايز حاجات تدعمه، حاجات تخليك مصحصح، حاجات تخلي مودك كويس، حاجات تخلي ذاكرتك قويه. الغذاء له دخل مباشر في ده. تخيل. Eat healthy food and have a healthy mind. We all know how chocolate can change our mood. الشوكولاته من الاغذيه التي تغير في مود الانسان. يعني فيها هرمون اسمه هرمون السعاده. ادرس كده وشوف. ففي بعض الاغذيه كده سبحان الله. However new research clearly shows that link between diet and mental health. في دراسه اظهرت ان في ارتباط وثيق ما بين الصحه العقليه والغذاء. There has been a campaign في حمله to improve school meals. تحسين وجبات المدرسه. شوف بقى. A head teacher of a school banned junk food. في مدير مدرسه كده منع العيال من تاكل الاكل المعفن الشيبسي والحاجات القرف دي كلها. And started serving healthy food. وبدا يأكلهم اكل صحي. شوف بقى التغيير في شخصيتهم وفي نمطهم اصلا. This research shows that the students' behavior. تخيل سلوك الطلبه in the class has been a lot better. اتحسن. بداوا يبقوا اهدى. الحاجات المواد الحافظه والحاجات دي بتخلي العيال مهايبر. عمال يتحرك مش مركز بتاع الشيبسيات المواد الحافظه دي بتخليه عمال يتحرك بتاع. لو كان اكل صحي هتلاقيه اهدى وهادي ومركز. They became calmer. أصبحوا أكثر هدوءا. أنا عايزك تبص للجملة دي وتشوف they دي تعود على مين. ما هو ده الذكاء بقى من دلوقتي هو. They became calmer and they learn and concentrate more. أعتقد دي على الستودنتس على طول هيك. A mental health foundation مؤسسة صحة has started a campaign feeding minds to publicize its own research. يعني إيه feeding minds؟ تغذية العقول. This research shows that our diets have changed a lot and the level of mental illness has increases. الزياده في الامراض العقليه ازدادت. Unhealthy diet الغذاء غير الصحي can cause depression and asthenia. يعمل لك اكتئاب ويخليك ايه مش عارف تنام، يعمل لك ارق. The last part of the research concerns the Mediterranean diet. Scientists knew العلماء عرفوا بقى that this diet fruit vegetables fish and olive oil. تخيل السمك ده والخضروات والفاكهه and olive oil زيت الزيتون ده من الاغذيه اللي هي ايه تقلل امراض القلب وحاجات صحيه يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث في ده يعني ان احنا ناكل من الزيت ده وندهن منه عليه الصلاه والسلام.
شوف العلم والذكاء يعني السبع عصر وأوانه يعني عليه الصلاة والسلام. أنا كله إزاي تودهنوا به يعني. Helps you live longer. يخليك مش تعيش أطول. مفيش حد بيعيش أطول يعني مش مقصود. كل إنسان له عمره محدد. بس بعد الأغذية تخلي الإنسان صحته قوية وقادر يعيش ويؤدي ويجتهد. سوء التغذية يؤثر سلبا على التحصيل العلمي ودرسنا ده في كليات التربية في طرق التدريس. يعني لو تلميذ قاعد جعان وما فطرش مش هيسمع. مش هيركز. ولو برضه شارب حاجات من اللي هي البيبسي والحاجات دي ما بقاش قاعد مركز ما بقاش بنفس قوه التركيز واكل اكل صحي. It also prevents a serious mental illness. يعني ايه؟ بيمنع المرض العقلي كمان الزهايمر ذات افكتس ذا إلدر لكبار السن. يعني الغذاء له دخل كمان يمنع لك ويأخر لك علامات الزهايمر على الانسان. So what does this research suggest you eat؟ بقى الحوار بيقول لك تاكل ايه بقى؟ To improve your memory, eat salmon. اللي دي ما تنطقش ما تقولش سالمون يا سمن. نطقها كده سمن السالمون وانا بحب السالمون جدا. To improve your concentration عشان تحسن تركيزك. Eat vegetables to fight asthma. Eat nuts كل مكسرات. If depression is a problem لو يعني المكسرات حلوه اللي عنده اكتئاب. Eat brown rice if you worry about your later years. كل الرز البني ده في نوع من انواع الرز كده. Cook with olive oil بزيت الزيتون. Whatever you do اي حاجه تعملها use your brain and shop for your mental health. استخدم عقلك يا استخدمه ده لو عرفت تستخدمه. The central idea of the passage الفكره الرئيسيه بقى في القطعه هنا بتكلمك عن ايه؟ The importance of physical fitness اهميه الطاقه الجسديه. ما والله العظيم يمكن في ناس عندها جسم بس مخ مفيش مش صح على فكرة. أنا ما بتكلمش عن الطاقة القدرة الجسدية في الإنسان مش ميزة لأن ده a sound body in the, a sound mind in the sound body. العقل السليم في الجسم السليم ماشي أو بس ده الأساس. The importance of physical fitness healthy food improves the mental health. أنا جايبها لك واضحة كده عشان تبقى قدامك لو بتشوف لأن الحوار ده مهم. The central idea يعني عايز الفكرة الرئيسية في القطعة. The importance of physical fitness وما ركزش على ده. Healthy food improves mental health. Junk food improves our well-being. بذمتك الطعام المعفن اللي بناكله ده بيحسن الحالة النفسية بتاعتنا ده بيدمرها. How to lose weight ازاي بنفقد وزننا؟ لا القطعة كلها اتكلمت عن healthy food والتربطه ما بين الايه؟ العقل والفكر والمنطق والصحة النفسية. والعقلية. According to the passage, the campaign, the target of the school. الهدف الرئيسي من اللي عملوه في المدرسة ده ban junk food يمنعوا لو ما كانوش عايزين يمنعوه ما كانوا عايزين يحسنوا الوجبات. To change our eating habits to encourage people to go on a diet. هي improve school meals كانوا عايزين يحسنوا الوجبات المدرسية. The following diseases are all mental. كل الأمراض دي تعتبر لها علاقة بالعقل. الزهايمر ما عدا ايه بقى؟ هو عايز كل الامراض دي لها علاقة بالعقل ما عدا ايه؟ ديبريشن الاكتئاب بلاد بريشر ضغط الدم ايزومينيا الارق هي دي بلاد بريشر ملوش علاقة بالحوار. زي ميديترينيان دايت الغذاء بتاع البحر المتوسط دايما دول البحر المتوسط اللي هم بيستخدموا زيت الزيتون. انكلودز جانك فود ميت رايس فاست فود ولا فيش اند اوليف اويل. يا سلام على السمك وزيت الزيتون اغذيه جميله. اي لايك فيش وانا بحب برضو زيت الزيتون ده جميل زيت الزيتون. وات داز ذا اندرلاين ده ريفير تو انا قلت لك الكلمه دي تعود على ايه واحنا بنحل فانت المفروض تبقى ذكي وتقول على طول تشيل للستودنتس للطلبه. ذا بيست سنتنس ذات كان سمرايز ذا سكند باراجراف افضل جمله اللي تلخص الباراجراف الثاني. Junk food has harmful effect on us ولا the type of food affects students behavior ولا healthy food affects student physically ولا we should provide schools with meals. لا هي the type of food affects student behavior نوع الغذاء اثر على سلوكهم بحيث انهم بقوا اكثر هدوءا واكثر تركيزا. Eating junk food the students behavior in class اكل الطعام junk food the students behavior in class benefits هل هو يفيدهم improves بيحسنهم ولا harms بيضرهم ولا enhances يعزز طبعا ومش بيعزز صحتهم ان ده بيدمرهم ولا improves يحسن ولا benefits يفيد هي harms. Which of the following sentence
أنهي جملة مش دول مش صحيحة؟ A sound mind in the sound body ده حقيقي. Diet produces الغذاء بيجيب أمراض عقلية؟ لا. Unhealthy diet الغذاء غير الصحي causes mental health أي ممكن يسبب ده. Diet improves the health of the brain. هو بيقول لك أنهي جملة مش من دول صحيحة؟ اللي بيحسن الصحة النفسية هي الإجابة بي. عندك بقى القطعة التانية How did Zeus get in there؟ يعني ده سؤال استفهام بيقول لك How did Zeus get in there؟ إزاي ده حصل يعني هناك؟ A young actress ممثلة is about to go onto the stage. As she waits by the side of the stage she looks nervous بين عصبية كده. You might hear her whisper to her friend. تسمع بتكلم صاحبته تقول I have got butterflies in my stomach. أنا عندي فراشات في بطني، ما فيش حاجة اسمها فراشات في معدتي، هي معناها إن في شعور صعب في المعدة، في مشاكل، مش 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 فراشات دخلت معدتك مش ناقصة. Butterflies in her stomach إزاي يعني لو أنت قلت لواحد فراشات في معدتي دي يعني فراشة في معدتي دخلت معدتك إزاي يعني؟ How did this get in there؟ إزاي يعني دخلت فراشات في معدتك؟ The feeling of butterflies comes from chemicals produced by the body in a stressful situation. دي حاجات لما تبقى في مضغوط يعني في موقف الضغط لما تبقى في موقف مضغوط كده تحس ان في الم في معدتك اه بقى ده الموقف لما يجي لك ورقه الامتحان معدتك توجعك تحس ان فيها حاجه ليه بقى حاجات نفسيه دي متوتر فده التوتر له علاقه بحاجه اسمها امراض النفس جسميه يعني ايه بقى امراض انا اشتغل لكم بقى دلوقتي دكتور وفي قطعه تانية اشتغل لك مش عارف ايه والاخر المشكله ان انت فاكر ان انت كلمتين حفظتهم هتقفل بهم الانجليش انا مش بحبطك انا بقول لك كل قطعه لها فكره حاجات علميه وحاجات تاريخيه ومش شويه عمال اقول لك في امتحان ابو الهول ولما عينه مقفوله ومش عارف والناس راحت تجري مشكله اللغه الانجليزيه او مشكله اللغات بشكل عام انت مش ماسك اسئله امتحان فلازم انت تبقى عندك حصيله كلمات فما تتضايقش بقى انت الشعور ان انت متوتر في معدتك ده يعني جاب لك فراشات فيها مش فراشات ده تعبير اصطلاحي كده ان الانسان يبقى عنده فراشه في معدته يعني ايه بدا يقلق متوتر فده نتيجة سبحان الله تغيرات هرمونية بتحصل في الجسد by the body in stressful situation. One chemical that the body makes under stress is cholesterol. أحد الحاجات اللي بيفرزها الجسد cholesterol. This chemical benefits the body in normal situation. ده الكوليسترول فيه كوليسترول مفيد مش كله سيء بيفيدك في المواقف الطبيعية. In fact it helps the body start normal activity in the morning after working up. تصحى الصبح كده بيديك طاقة. It also plays a role in helping the body and the mind respond well to healthy exercise. However, ومع ذلك, when the body is under stress, لما تبقى تحت الضغط بقى ربنا يستر. عشان كده بقول لك يعني التوتر ده ابعد عنه. الإنسان المؤمن لا يتوتر. Extra cholesterol begins to affect the stomach. يبدأ بقى الكوليسترول يطلع على معدتك يقرفك. For some people, cholesterol shuts down the stomach. بيقول لك بيقفل المعدة أحيانا. Producing the funny feeling of butterflies يديك شعور كده ان انت في فراشات في معدتك يعني تخيل في معدتك مقفولة مش عارف تاكل مقفولة بس نفسك مسدودة متوتر For others cholesterol speeds up the way stomach works which makes these people feel sick احيانا الهرمون ده لما بيفرز يخلي معدتك تشتغل ايه اسرع اهو بيأثر خلاها تسرع تاكل في نفسها أنا الحوار ده أنا اتعرضت له برد التوتر أيام الثانوية العامة ورحت للدكتور وبتاع وقال لك الحوار ده. قال لك الواد ده متوتر؟ متوتر أنت مش متوتر ولا عندك دم أساسا، أنا بتكلم عن حاجة أنا حصلت لنا، ولا أنا بعدكم أنا عايز أنا بعدكم ولا فارق معاه. مش متوتر أصلا، أنا امتحان الثانوية العامة فضل شهر وبيضحك في المحاضرة، وقاعد بيهزر مع اللي جنبه وبيحط صباعه في عين مش عارف اللي جنبه، أو بيرسم على الديسك. أه والله العظيم أنا بشوف العجب. التوتر ده للناس اللي بتحس اللي عندها دم، واخد بالك؟ بس يعني ما تتوترش قوي يعني بس في فعلا طلبه عندها احساس وشايل الهم ومدرك انه داخل على مشكله بس لو تمكن منك التوتر هيدمرك. All you need to do to get rid of طبعا get rid of يتخلص من butterflies in the stomach is just relax ان انت تسترخي. Laughing with or talking to others about your stress can help reduce it. ما تكلم مشكلتك للناس ما تفضي بسرك وتتكلم مع حد كده بس حد يبقى محل ثقه يعني والدك والدتك ولا بلاش والدك والدتك ومدرهم كلهم ضغط عليك دلوقتي صاحبك برضو تنتقي صاحب محترم مدرس بتشتكي له زي ما انا يعني ما يعني مش متضايق من اللي انتوا بتعملوه معايا ان انتوا بتشكوا لي بس انا برضو بشكي لمين انا بشكي ربنا والله يعني انا برضو عندي طاقه فكلنا بنلجا الى الله عارف الحصن الحصين للحوار ده كله ان انت تبقى مع ربنا or talking to others about stress can help reduce it
stepping out into the stage will also help those butterflies fly away. يعني انت بقى تخرج وبتاع يعني ما تضغطش على نفسك قوي. طبعا ده القطعه زي ما انت شايف عايزه طالب فاهم وفاهم حاجات علميه كمان. انا بحاول افهم اهو. According to the passage, cholesterol helps the body in a situation. الكوليسترول ده شيء كويس ما هوش وحش لو ما زادش عن حده، يبقى بيساعدنا في النورمال سيتويشن في المواقف الطبيعيه عشان ما تروحش على ستريسفول. هو في المواقف الستريسفول بيزيد تعبك لان بيوترك وبيخليك معدتك مقفوله ومتوتر. This sentence from the second paragraph. However, الجمله اللي فيها however دي when the body shows اصلا من غير ما تقرا الجمله اصلا ده كونتراست، ده تناقض. بيقول لك ومع ذلك الايه بيحصل كذا، يبقى دي كونتراست تناقض. It's the first time for you to give a speech, so it's better to eat, to calm down, to drink water, eat crisps, sleep well, leave it at once. أحسن لك بقى بيقول لك تشرب المية وبتاع وتبقى يعني المية كمان تقريبا أنت drink water تقلل التوتر اللي عندك. Eat crisps, sleep well, leave it at once. According to the passage, practicing sports affects the body. Affects ايه؟ The body بتأثر على الجسد. ازاي؟ Negatively الرياضة بالله عليك تأثر عليك سلبيا. Elaborately positively stressfully يعني بتأثر عليك ايجابيا. الرياضة بتساعدك على ان انت تقلل التوتر اللي عندك. A synonym for the underlying word stressful هو عايز مرادف ليها. Dressing ولا wearing ولا relaxing ولا quiet هادئ هي wearing. Wearing دي معناها مجهد. يعني حاجة تجهدك وتخليك متوتر دايما. According to the passage, what is not true about cholesterol? في واحدة من الجمل دي مش حقيقية. It's not true. It's not true. In small amounts, it benefits the body. ده صح. It can shut down the stomach. لا بيقفل المعدة. It's found in many kinds of foods ولا it's produced by the body. لا. It's found in many kinds. دي اللي مش صحيحة. Which of the following can reduce stress? Take medicine for this. Read comic books or listen to music. Stop eating fatty foods. ما تاكلش الحاجات اللي هي فيها دهون ولا go to bed late. Which of the following can reduce stress? Read comic books. دي تقلل ان انت تستمع للموسيقى. The main idea of the last paragraph. آخر واحدة. للتعبير عن الباراجراف بيقول لك how does stress affect our life, what is cholesterol, bad effects of butterflies ولا ways to overcome butterflies in the stomach هي الطرق ازاي ان انت ايه تتغلب على الفراشات اللي في معدتك، يعني التوتر اللي انت بتعانوا منه. مش قصه فراشات يا صديقي، هي قصه التوتر. You should never criticize others without being objective. ما تنتقدش الناس الثانيه دون ان تكون موضوعي. You should be positive. يجب ان تكون ايجابيا and appreciate وتقدر ما يفعله الاخرون. يجب الا تنتقد الاخرين ابدا دون ان تكون حياديا. يجب ان تكون ايجابيا وتقدر ما يفعله الآخرين. هي الإجابة دي. مش هقول يجب أن تنتقد الآخرين أبدا أن تكون دون أن تكون موضوعيا. أن تنتقد يجب أن تنتقد، بقول لك يجب أن يجب ألا تنتقد الآخرين أبدا دون أن تكون، مش دون أبدا، يجب ألا تنتقد الآخرين أبدا دون أن تكون حياديا. يجب أن تكون إيجابيا وتكرر، مش تكرر ولا حاجة. The increase of an investment in different fields of economic is the key of development and the progress. نقص الاستثمارات بالله عليك ولا زيادة الاستثمارات، يبقى دي خطأ. زيادة الاستثمارات في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة هي مفتاح النمو والرفاهية. أنا شايف إن هي دي صح. خلي بالك عشان هو حللها في نموذج الاجابه جيم ودي غلط. زياده الاستمارات لا طبعا ما فيش استمارات والله عندنا. استمارات دي انت هتروح تكتبها دلوقتي او زمانك كتبتها وزمانها راحت اللجنه. دفع الاستثمارات لا، هي زياده الاستثمارات في مجال الاقتصادي هي مفتاح كذا. الاستخدام المكثف للهواتف الذكيه له اثار ضاره على الصحه، لذا ينصح بالحد من استخدامها. الحد يعني التقليل. استخدام المكثف يعني زيادة. أقول the expensive use، ده مش expensive والله. The extensive use of mobile phones has useful effects، له تأثيرات إيجابية
وقال له أثر دالله يوسف الغلط. The extensive use of mobile phones has harmful on health. As لأنها ولا لذلك يبقى مش as هو عايز so يبقى الإجابة الأخير. The extensive use of mobile phones has harmful effects on health. So it's recommended to limit its use. يوصى أن أنت تقلل استخدامها. لقد أحدث الإنترنت ثورة في الاتصالات. فلقد أصبح وسيلتنا المفضلة للتواصل اليومي. The internet has destroyed. يا له دمر إزاي. The internet has been revolutionized. ده باسف ما تنفعش. The internet has revolutionized the communication. أحدث ثورة جاية من revolution. It has become our preferred means of daily telecommunication. هي الإجابة الصحيحة سي. The internet has revolutionized the transportation. It has بص transportation. Transportation النقل مش الاتصالات يبقى دي غلط. I stole the food from the blacksmith's house this morning. أنا اللي سرقت الفود من بيت الحداد. Why do you think the convict confessed that he had stolen the food? ليه تعتقد أن ماجويتش اعترف بسرقة الفلوس من بيت الحداد؟ هو ما كانش عايز بيب يبقى يلام على هذه السرقة. He didn't want بيب to be accused of. He didn't want. ما كانش عايز يلام على ده لأن اشتمر فيه الفطيرة. He didn't want حط الفلوستوب. He didn't want بيب to be accused of ان يتهم. بيبرأ الراجل بيعمل معاه حركة جدعنة. To be accused of this thing انه يتهم بهذا الشيء stealing يتهم بالسرقة لان كده يتخيل بقى اخته لو عرفت انه سرق الفطيرة يا له وقد طحنته ضرب. انت شفته اصلا بتضربه بلا داعي فما بالك بقى لو واخد فطيره وعزم عليها ناس كتير. فطبعا ماجويتش عمل حركه حلوه جدا ان هو برق ساحه الواد ده. جو تولد مي تو بي هابي ويز ماي بوزيشن ان لايف. دو يو اجري ويز جوز اوبينيون؟ جو تولد مي تو بي هابي ويز ماي بوزيشن ان لايف. دو يو اجري ويز جوز اوبينيون؟ طبيعي ان انت ترضى باللي ربنا قسمه لك وتسعى ان انت تبقى طموحه بس ما تبقاش اوفر امبيشس يعني ايه مفرط في الطموح. هو بيقول له يا ابني احنا ربنا خلقنا كده واحنا فقراء وكل حاجه وفعلا مش الفقر مش عيب. يبقى انا told me to be happy with my position. انا اجري طبعا انا موافق بصراحه. يس امبيشوس ما يبقاش مفرط في الطموح وعنده طموح زياده وكده. Are you for or against fast food? Explain why. انا ان كان عن نفسي against fast food. انت بتتكلم في الاسئله بقى عن الفاست فود لان الفاست فود از هارمفول وغير كده بقى اكسبنسيف دلوقتي. شوف بعد غلاء الاسعار تروح تجيب حاجه من مايك ومش عارف ايه والحاجات الغاليه دي هتدفع فلوس قد كده. غير كده كمان ان هو ان هيلثي غير صحي. انا مع الهيلثي فود مع الفريش فود مع الفيجيتابلز مع الفيجيتابلز والفروتس وتتكلم عن ده وان احنا لسه متكلمين ان الغذاء له علاقه بايه مباشره بالايه بالصحه. اشوفكم على خير كده احنا خلينا اهوت. يا ريت تدي اهميه للفوكاب وتذاكر وتسعى وربنا يكرمك. سلام.